وسهلا بكم متابعي قناة شوف تيفي، ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء. كنتمنى تكونوا بألف خير، كنتمنى كذلك يا ربي يرفع علينا هذا البلاء وهذا الوباء هذا. كيف ما كتعرفوا اليوم غتبدا عملية التلقيح إن شاء الله بإذن الله، فكنتمنى يا ربي يكون هاد التلقيح هذا نهايه لهاد الفيروس هذا ان شاء الله يا ربي. وكيف ما كنقول انا ديما في جميع اللايفات او في جميع المباشرات، دائما الكمامه وسائل ديال التعقيم والتنظيف، وكذلك مسافه الامل بيننا وبين الشخص الثاني. كل صباح كنديروا جوله بين مدينه الدار البيضاء وكنحاولوا نناقشوا موضوع. الموضوع ديال اليوم بتاع الحل هو حديث الساعه، وهو التلقيح، واللي غتنطلق العمليه ديالو اليوم ان شاء الله باذن الله. هو باين اللي غنطرحوا عليكم، واش مستعدين انكم ديروا اللقاح، خصوصا ان جلاله الملك محمد السادس نصر الله انه اعطى المواطنين الاحقيه بانه يكون فابور، يعني اي واحد يقدر انه يدير التلقيح. ولكن بطبيعه الحال الناس كتختلف، كاين الناس اللي بطبيعه الحال يبغيو يديروا وكاين الناس لا، وهذاك الشيء على حسب كيف ما كنقولوا العقل كل واحد، واش غيقولوا راه شي غيقولوا ديروا شي غيقولوا ما يديروش. لذلك انا السؤال المطروح عندي انا اليوم هو واش غتستعدي انكم ديروا اللقاح، وعلاش ما غديروش؟ الا درتوه علاش؟ يوسف الإدريسي صباح الخير. قال لك لا انا من قصر ديال الملك، لا لا غندور عليه. عزيز قال لك التلقيح عنده خطوره واعراض جانبيه. علي قال لك كلشي كيقول لا، هذا رايكم بطبيعه الحال، كاع الناس اللي كتقول لا هذا رايها يحترم. علي علاش لا نديرو؟ انا مستعد زعما نديرو، ما عنديش المشكل. حمزه قال لك انا غادي نديرو. علاوي اسماعيل قالك واش غادي ديريه؟ جاوبي بصراحه. اكيد اخويا غنديرو، ما عنديش مشكل اني ما نديروش. راني جاوبت واحد الاخ قبل منك وقلت له راه غندير. ابو ياسر قالك نعم غنديرو. بالغزال ابراهيم قالك لا. خطيب بوعبيد قالك انا لا. السلام عليكم، ديروا ان شاء الله. هذا حبيب صباحك مبروك اخويا.
قال لك انا غادي نديرو اختي صباح الخير. هيثم قال لك لا لا اختي ما غنديروش، الله موفق. المهم كل واحد رايه، كل واحد وكيفاش كيشوف، كيف ما قلت في الاول كل واحد وكيفاش الفكره ديالو على هذا التلقيح هذا. كنشكركم بزاف على تبعكم هذا البث المباشر، كان مباشر من مدينة الدار البيضاء. ان شاء الله نلتقي معكم بث مباشر اخر، الى اللقاء.